انا رحنا في العمارة 28 البروجي ما بقالوش. اليوم السبت هذه العمارة 27 ها القدرو جرافي دوك يديرو القدرو. عمارة 28 لقيتها مغلوقة ما بقاش بزاف. اوكي كاين جرافي ها غير بيت سيلفا باش نشوفو عمارة 27 نصور لكم شقة. أمس بيغة تاع الدروج ولا روح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا صونو اليوم انا صورت لكم شوية في الضوء طالي فات جيت عن المغرب. البالكون تاع صونو هذه الدخلة تاع الباب من بعد كولوار. هذه افتر وان ماشي اف كات. هذه الكوزينة من بعد يجيك الدوش. من بعد عندك ثلاث شنابر افتر وان وبليتو طوالت شومبرا الأولى أفتر وا شومبرا دوزيام نروحو شومبرا من بعد نمو الكوزينة نصورو. أنا خاوتي من لي بناونا على فريقهم يلعبو بالون. هذيك الجهة الغربية لها مغرسو شجر لها. يعني بروجي بالك شهر جاي في الشطر الرابع هاكا نفتحو لكم تشوفوه. نعاودو نغلقو تاقة نخلو شي مفتوحة تكسر. إذا هذي شومبرا زوجة. روحو للمطبخ صورو المطبخ. المطبخ جاي على اليمنى معكم في الكوزينة أفتر وا
أتمنى تكونوا استفدتوا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس كاش جديد نصوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسانسير مصعد.